قرار الطفل في النسب بغض النظر عن الحالة العائلية للزوجين وإلحاق نسبه بنسبهما معا اعتمادا على الخبرة الجينية كأداة إثبات النسب تعتمد في المنازعات القضائية، وعند ثبوت النسب يترتب عليه كل آثار البنوة الشرعية. هذا فيما يخص البنوة. أما هناك مقترحات أخرى تنص مثلا في قضية الإرث، يجب التنصيص على استقلالية الذمة المالية للزوجين مع إمكانية الاتفاق على كيفية استثمارها وتدبيرها. بالنسبة للوصية، عدم تقييد الوصية وإلغاء مقتضيات التعصيب لما له فهو من مشاكل في المجتمع الذي نعيشه ونراه كل يوم. هناك أيضا ضرورة وضع قانون إجرائي خاص بقضايا الأسرة من افتتاح الدعوة حتى نهايتها، يراعي الطبيعة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذه القضايا سواء من حيث الأجال أو الشروط أو المتدخلين. التنصيص على جعل النيابة العامة طرفا أصليا في قضاء الأسرة، ومعالجة خلو مدونة الأسرة من أي جزاء جنائي عند مخالفة بعض أحكامها، وتجاوز استعمال مصطلحات مشتركة في اللفظ ومختلفة في المعنى. كما يجب أيضا تنظيم نفقة الزوجة المسجونة ووضع مسطرة لاستيفائها. أكتفي بهذا القدر ونخلي المناقشة من بعد ندرو على لزوت قوة. في مقترحات الهيئات الحاضرة، آخر متدخلة الأستاذة نعمة الشخماس هي رئيسة سابقة الاتحاد النسائي محامية رواية سياسية وحقوقية وإنسانية لها العديد من الكتابات. كانت مديرة لجريدة نيماس منذ سنة 1983، هذه الجريدة التي لعبت دورا في طرح العديد من القضايا التي كانت حول حقوق النساء. للأسف نأمل رجوع الإصدار الجميلة. كلمة من الأستاذة مساء الخير. الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، شكرا لهن ولهيئاتهن التي نتمنى أن يتواصل هذا العمل وأن نخرج بتصور للعمل المشترك لنترافع جميعا ولنعبئ، لأن المسألة لا تحتاج فقط للترافع ولكن تحتاج للتعبئة ديال المجتمع ككل، لأن هناك من عبأ منذ مدة ويعبئ ولا زال يعبئ ليس بالحقيقة ولكن بالافتراء. وهناك من اعتبر أن المدونة صدرت ونزعت حقوقا وأعطت حقوقا، فبالتالي الأمر يحتاج إلى مواصلة هذه التعبئة لكي يعرف المجتمع الحقيقة اللي معك من الأسف يعيشها. ولكن عندنا في بعض الأحيان عمل ليس عمل ما عرفتش يسميه، ولكن عندنا نتعامل مع الواقع الذي نعيشه جميعا، لأن أكيد أن للمغاربة وللمغربيات أخوات وإخوان وأبناء وإلى آخره يعيشون المآسي نتيجة المدونة نصا وتطبيقا أكثر. المجموعة التي تستمع ندير لنا شكون اللي قال هذه، شحال من واحد بغى كذا وكذا، وشحال من واحد ضد كذا وكذا، وفي الاخر يديروا عملية حسابية ويعرفوا ثاني يجيبوا لنا واحد دمصه اخرى ديال الشارع ثاني شي 20 عام ولا 40 عام اخرى. فبالتالي نتمنى ان نكون يقظين ويقظات ومعبئين ومعبئات، نعرفوا جميعا عن التوافقات التي حصلت التي ادت الى ما يعطى باليد اليمنى ويوزع باليد اليسرى، والتي كان فيها واحد الهدوء كبير ضمن في الامم المتحده ديال روسيا والدول الكبرى. كان فيها واحد الهدوء ديال القصر العربي الذي كان يزع كل تلك القصور الاخرى في 1999 اصلا لا تساوي شيئا امام القصر القرويه اللي ما عرف منها ما نشوفش نفس اللي تهضر عليه في مصر العليا، لا في الجريده الرسميه، لا في صنع الحب، واللي عباره عن رسم الفتح الذي شكل انقلابا عن موهبه القران فيما يتعلق بهم